واضح. يقول إذا كنت أصلي السنة وجاء أحد وصف بجانبي يصلي الفريضة، هذا من الخطأ المنتشر بين الناس للأسف، يشوف واحد يصلي جاء وصف جنبه وصلى معه، هذا غلط. يعني على قول كثير من أهل العلم لا تصح الصلاة، لابد من نية الاتمام ونية الإمامة. هو نوى الاتمام لكن ذاك ما نوى الإمامة، فلا يصلح أن تدخل مع شخص ما نوى معك الإمامة، هذا أمر. الأمر الثاني، قد يكون هذا الذي تصلي بجانبه قد يكون غير صاحي، سامحني مو أنت، ها يكون مو صاحي، مجنون مثلا، صلي بجنبه ولعب فيك لعب، يعني ايش دراك عنه. الشيء الثالث أنه قد يكون هذا الإنسان يصلي السنة كما هو الواقع الآن، يصلي السنة وقال يصلي الفريضة. قد يكون هذا الإنسان ما يحب أن يأم الناس، ولو أم الناس يعني يتخسبك ما يعرف يصلي، يعني نفسيا يتعب ما يستطيع أن يأم أحدا. فإذاك من الخطأ أن تدخل مع رجل يصلي ما تدري ماذا يصلي، ولا تدري هل هو يقبل الإمامة أو لا يقبل الإمامة. خلاص متأخر صل وحدك أو مع من جاء معك، ولا تتأخر مرة ثانية، لكن لا تدخل مع أحد يصلي. هنا أنت مخير في أن يعني أنت تصلي صلاتك طبعا، لكن مخير أنك تجهر أو لا تجهر، تخلي ما عليك منه خليه يتأدب، كيفك يعني أنت وأخلاقك.